مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز مكاتبات الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، لكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في الهيئة نت: بغداد مجموعات تستغل نفوذها في الأجهزة الحكومية لتشكل عصابات تتاجر بالبشر. في المدى التخطيط: عدد سكان العراق أكثر من 41 مليونا. في لوموند: احتمالات بنشوب حرب عام 2022 في أوكرانيا وإيران وقبالة تايوان. في العربية الجديد: هجوم صاروخي يستهدف مواقع البشمركة شمالية العراق. في عربي 21: رئيس كازاخستان يأمر الجيش بإطلاق النار على المسلحين. في مجلة نيويوركر: خطاب بايدن الأقوى منذ توليه الرئاسة واعتراف بظل ترامب المستمر وأمريكا المنقسمة. وفي موقع أويل برايس: الصين أمنت موطئ قدم لها في هذه الدولة النفطية عمان. البداية من الميثاق الوطني، وتحت عنوان المخدرات تقتل مستقبل العراق، كتبت سارة جميل، وفي مطلع مقالها تقول: إذا أردت احتلال شعب جهله وجوعه، وإذا أردت تدمير حاضر ومستقبل الشعب انشر المخدرات بين شبابه واجعلها بمتناول الجميع. وهذا ما يحصل في العراق. أصبحت نسب التعاطي مرعبة، حيث أكدت آخر إحصائية بحسب مجلس القضاء الأعلى أن 50% من الشباب العراقيين يتعاطون المخدرات، وهذه النسبة حقيقية ويمكن أكثر منها واقعا. انتشرت المخدرات بشكل مخيف وخطر وأصبحت بمتناول الجميع، وبإمكان أي أحد الحصول عليها ومن أي مكان، فتجار المخدرات ينتشرون بكل الأحياء العراقية ويبيعونها علناً تحت مرأى ونظر القوات الأمنية، بل إن هناك ضباطاً برتب عالية متورطون بهذه التجارة الخطرة، يتاجرون فيها ويتسترون على التجار الآخرين بحسب مصالحهم. لعل انتشار البطالة بنسبة عالية بين العراقيين هي أحد أهم الأسباب التي جعلت الشباب يتجهون للإدمان لتفصل عن واقعها المرير، فقد وصلت آخر الإحصائيات إلى أن 40% من العراقيين يعانون من البطالة، ونسبة 32% يعيشون تحت خط الفقر، وغيرها العديد من المشاكل الأخرى كانتشار الفساد بجميع مفاصل الدولة وسطوة الميليشيات على الدولة والمجتمع وفرض آرائهم بالقوة. كل هذه الظلمة التي يعيشها العراق تجعل الشباب يلجؤون للإدمان ويدمرون أنفسهم بهذه السموم التي أدخلت عمداً لتفكيك وتدمير مجتمعنا. فهذه السموم المدمرة تدخل عن طريق إيران إلى العراق برعاية وحماية الميليشيات والمسؤولين، بل تحت إشرافهم وهم شركاء وبنوا ثروات من هذه التجارة. إيران وإن لم تنجح بمشروعها التوسعي فهي نجحت بقتل حاضرنا ومستقبلنا. 50% من الشباب بنات المستقبل يتعاطون المخدرات وأصبحوا مجرمين ينفذون جرائم خطرة كالقتل والاغتصاب وحتى جرائم إرهابية كالتفجيرات وغيرها الكثير. يفعلون كل هذا الإجرام بدون دراية تحت تأثير المخدرات. في ختام مقالها تقول سارة جميل: إن التحرك الذي تقوم به الحكومة بآخر فترة ضعيف جدا ولا يرتقي لحجم الكارثة التي نعيشها. معالجة هذه الكارثة يجب أن تبدأ من الرؤوس الكبيرة التي تتسيد المناصب العليا في الدولة. لا يمكننا القضاء على هذه الكارثة التي أكلت شبابنا كما يأكل السوس الخشب. الآن إلى مقال آخر، وتحت عنوان جريمة إجبلة وأزمة الدولة، يحيى الكوبيسي يكتب: لقد شهدنا طوال سنوات ما بعد 2003 مئات وربما آلاف الجرائم توطأت فيها مؤسسات الدولة كافة من خلال الصمت أو التغافل عن إجراء تحقيق جدي،
ومن خلال غياب الشفافية في التعاطي الرسمي مع هذه الجرائم، مع سعي منهجي للتغطية عليها وإفلات مرتكبيها من العقاب. بعض هذه الجرائم قتل فيها المئات، كما في جريمة جند السماء في العام 2007 التي لا يعرف أحد حتى اللحظة ما هي حقيقتها، أو أخفي قسريا فيها المئات أيضا، كما في جرائم الاختفاء القسري للآلاف في سياق الحرب على تنظيم داعش. أصدر إعلام مجلس القضاء الأعلى بيانا يشير إلى المصادقة على اعترافات 13 متهما عن جريمة القتل كما يصفها البيان، والتي حدثت في جبلة، وهم 9 ضباط وثلاثة منتسبين، فضلاً عن المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة، وأكد أن هناك 4 أوامر قبض أخرى صدرت لمتهمين آخرين، وأن التحقيق جار وفق أحكام المادة 406/1/زين من قانون العقوبات، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث جنائي. وبالعودة إلى أحكام تلك المادة في قانون العقوبات، سنجد أنها جاءت ضمن الفصل الخاص بالقتل العمد، وهي تنص على أن يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً إذا اقترن القتل العمد بجريمة أو أكثر من جرائم القتل عمداً أو الشروع فيه. من هنا يبدو أن البيان يسفه ما وصفه بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء بالمجزرة المروعة، ويحولها إلى جريمة قتل عمد جنائية، وكأنها ارتكبت من أفراد مدنيين ضد آخرين في الشارع، وليست جريمة اشتركت فيها قوات أمنية رسمية. لا أحد يعرف حتى اللحظة كيف تلقت أوامرها ومن أصدر هذه الأوامر. ويتابع يحيى الكوبيسي قائلاً: ربما تكون جريمة جبلة أول جريمة تحظى بهذا النوع من التحقيقات، ولكننا ما زلنا بعيدين تماماً عن الوصول إلى احترام للقواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات المنهجية لها أو بالشروط المهنية الواجب اتباعها من المؤسسات العسكرية والأمنية أو بمبادئ التقاضي العادلة. والأهم، ماذا عن الآلاف الذين اتهموا أو اتهموا أو أدينوا أو حتى قتلوا جراء هذه اللامهنية الفاضحة وهذه الانتهاكات المنهجية طوال السنوات الماضية؟ الآن إلى صحيفة البصائر، وتحت عنوان العملية السياسية مجازر متلاحقة وإفلات من العقاب، يقول الكاتب جهاد بشير: يشير واقع العراق ومجريات أحداثه إلى أن مجزرة جبلة التي راح ضحيتها مدنيون جلهم أطفال ونساء دون وجه حق لن تكون الأخيرة، لأن السلطات في البلاد أعجز من أن توقف الانتهاكات التي باتت محل اقتيات الميليشيات وأجهزة الأمن الطائفية، لا سيما وأن هذه الأخيرة هي الوسيلة المستعملة لإبقاء حالة الفوضى في البلاد أطول أمد ممكن، لتكون أرضيتها سهلة من أجل مزيد من الصراعات القائمة على جني المكاسب وتحصيل المغانم. وقعت مجزرة جبلة في محافظة بابل مثلما سبقتها مئات المجازر والجرائم والانتهاكات على مدى العقدين الماضيين، وهي لا تختلف في حقيقتها ولا في مآلاتها إلا في المكان والتوقيت، وإلا فإن الجاني واحد والضحية واحد والقضية في كل مرة نفسها. وحيث لم تنجح حكومة الكاظمي في أي جزئية شهدها العراق بعد مجيئها، بل زادت الأوضاع سوءاً وسوداداً، فإن كل ما يعلن في أبواق الحكومة وإعلامها الرخيص لا يعدو أكثر من مجارات لعاطفة العراقيين الذين اجتمعوا مرة أخرى في الرأي والموقف المناهض لأجهزة الأمن والميليشيات إزاء سلوكها الإجرامي ومنهجيتها الإرهابية، حينما توظف الطائفية مساراً لمنهجيتها، وبات العراقيون مجمعين على أن تداعيات هذه الجريمة وصمة عار في جبين حكومة بلغ العجز منها مبلغاً أوصلها أعماق الحضيض. إن التعويل على رأي عام أو رسمي إقليمي ودولي أو البحث عن موقف حقيقي وعملي من منظمات حقوق الإنسان العالمية المشهورة بنفاقها ومحاباتها حكومات بغداد المتعاقبة لا يجدي نفعاً
في البحث عن سبل الحل والخلاص من هذا الواقع اللئيم الذي يغشى العراقيين ويضيق الخناق عليهم يوماً في إثر آخر. فما دام مصدر وعلة هذه المجازر قائماً ويحظى باعترافات ويتعامل معه، فلن يكون لأي شكل من أشكال الحل النظرية وجه معتبر، وليس أمام العراقيين الذين فطنوا إلى أساس المشكلة ووعوا أسباب ما حل بهم من لأواء وضنك طول هذه السنوات إلا بالإجهاز التام على منظومة العملية السياسية التي توصف بأنها المجزرة الرئيسة بحقهم جميعاً. يتابع الكاتب جهاد بشير استمرار العملية السياسية وبقاؤها بغية حصول مجازر أخرى وجرائم إضافية بحق العراقيين، وكل من يرجو من حكومات أخرجتها هذه المنظومة لمحاسبة جان أو فاسد أو متورط بانتهاكات بحق العراقيين، كل من يأمل ذلك فهو غارق في الوهم وماض نحو الوقوع بدوامة جديدة من الغفلة التي تراهن عليها الحكومات المتعاقبة للتغطية على فشلها والتعمية على مجرمها الذين يفلتون دائما من العقاب عن سبق إصرار. جيمي كارتر خائف على الديمقراطية الأمريكية. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للرئيس 39 للولايات المتحدة جيمي كارتر، قال فيه إن عاما قد مر على اقتحام حشود عنيفة بتوجيه من سياسيين عديمي الضمير لمبنى الكابيتول، وكادت تنجح في منع الانتقال الديمقراطي للسلطة. شجبنا نحن الرؤساء الأربعة السابقون أفعالهم وأكدنا شرعية انتخابات 2020. تبع ذلك أمل وجيز في أن التمرد سوف يصدم الأمة ويؤدي إلى معالجة الاستقطاب السام الذي يهدد ديمقراطيتنا، أن هذه القوة تمارس القوة والنفوذ من خلال التضليل المستمر في قلب الأمريكيين ضد الأمريكيين. ووفقاً لمركز الاستطلاعات حول الحياة الأمريكية، يتفق 36% من الأمريكيين على أن طريقة الحياة الأمريكية التقليدية تختفي بسرعة كبيرة، لدرجة أننا قد نضطر إلى استخدام القوة لإنقاذها. ذكرت صحيفة واشنطن بوست مؤخراً أن ما يقرب من 40% من الجمهوريين يعتقدون أن العمل العنيف ضد الحكومة له ما يبرره في بعض الأحيان. وتابع كارتر، استغل السياسيون في ولاية جورجيا وكذلك في ولايات أخرى مثل تكساس وفلوريدا انعدام الثقة الذي أوجدوه لسن قوانين تمكن الهيئات التشريعية الحزبية من التدخل في العمليات الانتخابية. إنهم يسعون للفوز بأي وسيلة. ويتم إقناع العديد من الأمريكيين بحسب كارتر بالتفكير والتصرف بالمثل، مما يهدد بانهيار أسس أمننا وديمقراطيتنا بسرعة مذهلة كما يقول. ويتابع، أخشى الآن أن ما حاربنا بشدة لتحقيقه عالمياً، الحق في انتخابات حرة ونزيهة دون إعاقة من السياسيين الأقوياء الذين لا يسعون سوى لتنمية سلطتهم، يقول أخشى أن يكون قد أصبح هشاً بشكل خطير في الولايات المتحدة. ويتابع كارتر، تتأرجح الآن الولايات المتحدة على شفا هاوية آخذة بالاتساع بدون اتخاذ إجراءات فورية، فإننا في خطر حقيقي من نشوب صراع أهلي وفقدان ديمقراطيتنا الثمينة. يجب على الأمريكيين تنحية الخلافات جانباً والعمل معاً قبل فوات الأوان. ومن حديث كارتر إلى تقرير للجيش، أو تقرير يقول الجيش الأمريكي غير جاهز لسيناريو حرب أهلية. نشر موقع ذا دبلوماتيك وورلد تقريراً تحدث فيه عن مدى هشاشة الوضع الحالي للجيش الأمريكي الذي لا يعد مستعداً لأي حرب أهلية. وقال الموقع قد تلوح في الأفق، أو في تقرير قال قد تلوح في الأفق ذكرى اقتحام مبنى الكابيتول وحالة عدم اليقين التي عاشها الشعب الأمريكي حول الانتقال السلمي للسلطة، وهذا دليل على أن الولايات المتحدة ربما
تكون على شفا حرب أهلية. نشر موقع ذا ديبلوماتيك وورد: ينبغي على الأمريكيين الآن أن يأخذوا هذه الفرضية على محمل الجد، وألا يعتبروها تحذيراً سياسياً فحسب، وإنما سيناريو عسكرياً محتملاً. وأشار إلى أن مجموعة من خبراء الأمن القومي الأمريكي قيمت فرص اندلاع حرب أهلية على مدى السنوات 10 إلى 15 المقبلة عقب انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد بلغت نسبة توافق الآراء بشأن هذه المسألة 35%. وكشف استطلاع أجرته جامعة جورج تاون سنة 2019 مع الناخبين المسجلين حول مدى احتمالية اندلاع حرب أهلية أن 67.23% يرون أن البلاد تسير في هذا الاتجاه. وأكد موقع ذا ديبلوماتيك وورلد وجود أسباب تجعل احتمالية اندلاع حرب أهلية منطقية، خاصة أن النظام السياسي تطغى عليه الثنائية الحزبية على نحو يجعل كل قرار سياسي يمثل إرادة نصف الشعب، كما أصبح النظام القانوني على نحو متزايد يغذي التناحر السياسي الداخلي. في تقرير The Diplomatic World يشير هذا الموقع إلى أن الحرب الأهلية الأمريكية القادمة ستكون الحل للأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً، ويمكن للجيش أن يوفر المساحة الكافية للتفاوض بشأن المشاكل القائمة. وإذا كانت البلاد عاجزة عن حل هذه المشاكل الآن، فما الذي يجعلها قادرة على حلها بعد انتشار العنف على نطاق واسع؟ بلدة لبنانية جنوبية دخلت خريطة السياحة العالمية بعد إدراجها أخيراً ضمن لائحة أفضل القرى السياحية في العالم، وحصلت بلدة بكاسين على لقب واحدة من أفضل القرى السياحية في العالم من جانب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ضمن قائمة تتضمن أكثر من 170 قرية موزعة في 75 دولة. تسمية بكاسين تعني بلد الشمس، وهي تبعد عن العاصمة بيروت نحو 70 كيلومتراً وترتفع عن سطح البحر 800 متر. تحتضن البلدة أكبر غابة من أشجار الصنوبر المثمر وأجوده في الشرق الأوسط. أبرز النشاطات التي يقوم بها السياح صيفاً وشتاءً في البلدة هي السير والتنزه في غابة الصنوبر. أما الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. في ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام نشكر لكم حسن وطيب المتابعة، دائما كونوا في رعاية الله.